النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأسود البهيم من الكلاب، أمر بقتله. فلو أن شخصا علمه وصاد به، أيجوز صيد هذا الكلب الأسود البهيم المعلم؟ اختلف العلماء، الجمهور يرون أنه يجوز لأنه كلب معلم ولم يشترط عليه الصلاة والسلام لونا في الكلاب. قال إذا صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل.